موضوع تاع اليوم عندي مده وانا حاب نتكلم عليه اللي هو تكيس الموبايل. بزاف منكم يسقسي عليه، اكتبوا معايا حنفهموا اكزاكتومون سي كوا تكيس الموبايل. الحاجه الاولى لازم تفهموا تكيس الموبايل ما راهوش مرض، سي با اون مالادي، هو عباره عن متلازمه، ولا كما نقولوا باللغه الفرنسيه سيندروم. واش معناتها سيندروم ولا متلازمه؟ يعني مجموعه من الاعراض اللي راهي رايحه تبان في الجسم تاعنا وحدير لنا حاله، ما ماهوش مرض، هو مجموعه من الاعراض اللي حتبان في الجسم تاعنا. دوك ميم طبيب كي نروحوا عنده راهو رايح يداوي هذوك الاعراض، تسمى حيعالج لنا عده اعراض باش نخفوا منهم. دوك تكيس المبايض حيكونوا مجموعه من الاعراض اللي حيبانوا في الجسم تاعي، سي بور سا نقولوا عليه متلازمه، كما متلازمه القولون العصبي. القولون العصبي ماهوش مرض ثاني، عباره عن متلازمه، مجموعه من الاعراض اللي حيبانوا في الجهاز الهضمي تاعنا وفي القولون. دوك هنا نقولوا متلازمه القولون العصبي. نفس الشيء بالنسبه لمتلازمه تكيس المبايض. تبعوا معايا وشنو هما الاعراض اللي راهم رايحين يبانوا في الجسم تاع المراه كي يكون عندها تكيس المبايض. الحاجه الاولى، تكيس المبايض يقيس كثرتها النساء اللي يكونوا مازال ما تزوجوش بسبب خلل في الهرمونات. تسمى عندنا ديزيكيليبر في لي زهرمون في الجسم تاع المراه، وراح يخلي لها هاد الاعراض يبانوا. وشنو هما الاعراض هذوما؟ حيكون عندها ديزيكيليبر، ولا حيكون عندها اختلال في الدورة الشهرية، سواء يكون عندها انقطاع في الدورة الشهرية تلحق حتى 3 شهور ولا 6 شهور ما كاش دورة شهرية، ولا يقدر يلحق مام الدورة الشهرية تجي 2 ولا 3 فوا في لو سيكل واحد، يعني في الدورة واحدة تجي الدورة 3 خطرات ولا زوج خطرات في شهر واحد. ثم عندنا اختلال وديزيكيليبر في الدورة الشهرية تاع المرأة. عندنا ثاني من الأعراض زيادة في الميزان، نقدروا مام يكون عندنا زيادة في نسبة السكر في الدم، ثم نقدر تكون إصابة بالسكري في هذيك الفترة اللي يكون فيها ديزيكيليبر هرمونال ولا خلل في الهرمونات تاعنا. يقدر يكون عندها حب شباب، ظهور حب شباب، زيادة في نمو الشعر في الجسم تاعها كاع، في الوجه، في الصدر، في الفخذين، في الأرجل، في الأيدي. كاين مام اللي يكون عندها تساقط في الشعر تاعها، انتفاخ في البطن، يكون عندها آلام مشابهة لآلام ما قبل الدورة الشهرية. كاين مام اللي يكون عندهم تقصف في الاظافر تاعهم، كاين اللي يكون عندهم انتفاخ في البطن، عدم القدره على افراغ المثانه، ما تحس روحها باللي عندها قدره هاي حابه تتبول بصح ما تقدرش تفرغ كاع. واش كاين ثاني؟ زياده في هرمون التستوستيرون، سي بور سا قلت لكم باللي يكون كاين ظهور شعر في الجسم تاع المراه، مام تغير في الصوت. دوك هنا حيكون عندنا زياده في هرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره، لازم يكون حابط في الجسم عند المراه. وكاين ثاني زياده افراز هرمون البرولاكتين، تسمى هرمون تاع الحليب، يزيد يطلع اكثر واكثر في الجسم تاع المراه وهي ما راهيش مرضعه، تسمى هرمون البرولاكتين حيزيد يطلع اكثر واكثر. اغلب النساء اللي يكونوا متزوجين ويجيهم هذا تكيس المبايض، المشكل الوحيد واللي كاع يعانيوا منه اللي هو صعوبه في التبويض، تسمى يكون عندها صعوبه في التبويض وبالتالي ما حش يكون كاين حمل. صح، الحاجه الاولى لازم تعرفوا ثاني، قلت لكم باللي كاين شغل داء سكري في هذيك الفتره، واش معناتها؟ معناتها حيكون كاين مقاومه للانسولين في هذيك الفتره. اون بليس الزياده تاع الميزان، قلت لكم باللي حيكون زياده في الوزن، هذاك الدهون المتراكمه في كامل الجسم تاعها تقدر تقولوا باللي كاع تشكل استروجينات، يعني هرمونات اللي راهي رايحه تمنع لي التبويض ثاني. تسمى ماشي غير مقاومه الانسولين ولا التكيسات هذوك اللي راهم في البابايد، تسمى حتى السمنه المفرطه والدهون المفرطه وهذوك الهرمونات اللي راهي ترى فيها ديزيكليب راهي رايحه تمنع التبويض، سي بور سا ما كاينش حمل. دوك الحاجه الاولى اللي لازم ديرها المراه قبل ما تشوف حتى علاج وقبل ما تستعمل حتى علاج، انها تنقص في الميزان، انها تدير حميه غذائيه وتنقص السكريات قد ما تقدر. اي حاجه فيها سكر ابيض حبسيها، نحيها كومبليتمون، الخبز، الحلويات، لي جاتو، اي حاجه، اي حاجه على بالك بلي فيها سكر حبسيها. ريجيم ستريكت، قد ما نقصتي في الميزان قد ما نقدروا نقصوا بزاف من الحده تاع الاعراض، وقد ما نقصنا من الاعراض قد ما شفنا اميلياسيون بزاف كبيره في الحاله تاعنا. لما نلحقوا للعلاج، لحقنا للعلاج دوكا، قلت لكم لو ريجيم اليمونتيغ لازم، الحميه الغذائيه لازم، خضر، فواكه، حاجه ناتورال. اخطيكم من اي حاجه تقدر تطلع لكم في الميزان ولا تزيد لكم في الدهون المتراكمه ولا اي حاجه فيها سكر، اخطيكم منها كاع. دوكا العلاج عند طبيب، عند سبيسياليست بيان سور، ابري ان بيلون هرمونال، تشوف كيفاش راهم الهرمونات في الجسم تاعكم، راح تعطي لكم هرمونات سواء عن طريق الشرب، عن طريق الحقن، باش نريغليو لو سيكل تاعنا، تسمى باش ترجلي الاخت هذه ولا هذه الام ترجلي الدوره الشهريه تاعها تعاود تعدلها ترجعها طبيعيه. حتعطي لكم ثاني ادويه باش نخفضوا نسبه هرمون التستوستيرون في الجسم تاعكم وباش نخفضوا هرمون البرولاكتين، تعطيكم ثاني ادويه، تعطيكم ديزان دكتور، حاجات محفزه، ادويه وهرمونات محفزه على واش؟ على تطور البويضات وزياده الحجم تاعها وباش تخرج باش صارت تفجير البويضه هذيك. قلت لكم باللي في تكيس المبايض ما كاش تطور تاع البويضات وما كاش كبر تاع البويضات، تسمى الاباضه ما كاش. دونك سي بور سا الطبيبه
تعطيكم ديزاين دكتور باش الاباضه تصرا وتكون يا اخي يزيدوا مام يعطوا لكم ادويه عندها علاقه بداء السكري. قلت لكم باللي كاين مقاومه الانسولين سي بور سا يعطوكم ادويه عندها علاقه بداء السكري في هذيك الفتره. فوالا خاوتي ان شاء الله فاتكم لا فيديو. الحاجه الوحيده اللي نقدر ناكدها لكم سيكو تكيس المبايض ماهيش متلازمه ولا سندروم اللي نخافوا منه بزاف، بزاف نساء وفتيات يقيسهم سواء قبل الزواج ولا بعد الزواج ويكون عندهم صح مشاكل في الحمل، ولكن الاغلبيه كاع تكون كاين فيها ريزولتا بوزيتيف كيتبوا مع الميدسان ينقصوا الميزان قد ما يقدروا ويتبوا مع طبيبه حتى تكون نتائج ايجابيه. وهنا في لافارماسي كاين بزاف نساء يكون عندهم تكيس المبايض يكونوا سمان وعندهم تكيس مبايض والحالات تاعهم بزاف متطوره والحالات بزاف باينه في الجسم تاعهم يسوي في ويبداو ينقصوا بالعقل في لو بوا ويبدا لي زولمون تاعهم يتريكلاو مع بعضهم بالعقل ويتبعوا مع لي ميدسان ومن بعد يلحقوا وين يبداو ياخذوا تراتمون ويعالجوا ما شاء الله ويكونوا عندهم دوك هاتيك راهم يجيبوا ولادهم تسمى باش تكونوا مهنيين برك باللي تكيس المبايض ماشي معناتها العقم لا لا تكيس المبايض معناتها حاله راه يمر بها الجسم تاعك ما عليك غير تريكليه برك عند سبيسياليست وحتشوف لي ريزلتا بوزيتيف في اغلب الحالات بالتوفيق ان شاء الله.